طب انا هنصور حلقة جواز، انت ها متنح للكاميرا ليه؟ ونشوف اللي هيصور ولا لا. لسه ما صورتش انا كده. لا بتاع الابيض اللي بينور ده، ابيض اللي بينور. الكشاف اللي طب ضرب انا في الشارع. هنصور للناس عشان الناس تتابع، بتتابع القناة والكلام ده. انت متنح جنبي للكاميرا ليه؟ ونشوف الفلاش. فلاش. ما الفلاش مش المفروض يبقى قدام الكشاف؟ الفلاش مش عارف سبحان الله ايه جابه في التليفون من قدام، مش المفروض يبقى ورا؟ ممكن انت عشان ركبت عصاية السيلفي؟ طب مالها عصاية السيلفي ومالها ومال الفلاش؟ لا كنا بنروح ضارب بتاع العصاية. ممكن يكون الفلاش جاي ورا بس في عاكس جايبه علينا؟ ممكن ممكن. بس لو في خرم اهو انت طالع هتكحلي منه، من اولها؟ في خرم طالع منه. انت جبت لي برد اساسا. خرم طالع من ايه؟ فين الخرم ده؟ الكشاف طالع بص من الخرم اللي هنا ده اهو. يا راجل من هنا خرم؟ خرم ده وفي خرم في التليفون؟ ايوه وجنب الخط بتاع السماعة الود جنب. يا نهار اسود، لا اله الا الله، اهو ده التليفون ده صناعة غريبة باين. ممكن ممكن. انت بتهرش فين؟ ايه منور. انت بتهرش فين صحيح؟ انا منور مش هرش عليا. هرش عليا؟ ايه. طب انت مالك ومال النور اللي طالع من التليفون؟ ومالك ومال التصوير اساسا؟ انا بس بنشوف الدقة تبقى عالية دقة. انت مالك ومال الدقة ومال الجودة ومال الكلام ده كله؟ انت مالك ومال الحاجات دي؟ انا بشوف بس عشان يا عم انت عرفك. انا كابتن ده، انا تكنولوجي. انت ايه؟ تكنولوجي؟ ايه انت تكنولوجي؟ ايه انت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. الحمد لله والله. اهم حاجة ان انت تكون كويس. الحمد لله. انت عندك ايه جوه في العنبر؟ كلاب عايزة تتجوز. كلاب عايزة تتجوز. طب والنبي ما تكحش في وشي عشان جالي برد منك يا مش كده. ده مش تمام شكلنا كده هيجي لنا كورونا. تمام. برضو برضو وانا كل ما نقول كورونا هتكح. كورونا برضو. كورونا مش الكحة تاني. لا 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 يبقى هو ده كورونا. لا كورونا كورونا. لا مش يبقى هو ده كورونا يا جماعه. كل اللي بيقولوا جنب كورونا يجي كحة. اوعى اوعى يكون عندك ال. يلا بينا كتر الرسالين. احلى مسا عليكم يا جماعه واحلى سهره معاكم النهارده. الساعه دلوقتي 1:10. تمام. متجهين ل مكتوب على الحيطه اهو ورايا عنبر الوفاء. عنبر الوفاء. وفي واحد مقابلنا في العنبر اهو بازوكه مستنينا هو. يا ابني ما تتنحش في الكاميرا يا ابني، انت بتعمل الكاميرا كده ليه؟ طبعا عنبر الوفاء يا جماعه ومستنينا هو على باب العنبر. من ضمن الاوفياء، من ضمن الاوفياء، من ضمن الاوفياء اهو. بازوكا. لا اللي ورا ده مش تبع الاوفياء خالص. اللي عدى ده، اللي عدى ده مش تبع الاوفياء خالص. هو اللي كان طالع بس تبع الاوفياء، لكن اللي عدى مش تبع الاوفياء. يا ابني متنح للكاميرا ليه؟ بس نشوف يا ابني. تشوف ايه انت؟ تشوف ايه؟ خرم ايه اللي عايز تشوفه؟ فين الخرم؟ بيطلع النار ده، عايز نعرف بس هو بيجي ازاي ده؟ خرم ايه اللي عايز يا ابني؟ فلاش امامي. عمرك ما شفت تليفون فيه فلاش قدام؟ ايه طيب ما هو ده فيه فلاش قدام. طب ما فيهوش فلاش ورا؟ بس يا بيت والله احنا ساعات بنشيل الفلاش قدام من ورا. ده بصبعك يعني؟ ايوه بصبعك بتشيل الفلاش، بتعمل الفلاش كده بيجي منقول ورا. عادي يا ابني تكنولوجيا. طيب ماشي عامل لي فيها بروفيسيه. ايما نرجع تاني لعنبر الوفاء يا جماعه. مكتوب على الحيطه اهوت عنبر الوفاء. لا لا كده مش تبع الوفاء خالص. ابعد يا ابراهيم، ابعد يا ابراهيم. انت طبعا الوفاء اهو ده اللي واقف جنب الباب ده. اي كلب اي حيوان قاله ربنا هو ده الوفاء بجد. تعالوا نخش دلوقتي ونشوف ايه الاخبار ونشوف الدنيا ايه، عشان عندنا جوازات. هنجوز الليله طبعا، ليله فرح. في عريس ان شاء الله. صح. بس يا ترى مين هو؟ يا ترى مين هو؟ مش طبعا اول عريس عارفينه جوه النهارده كلبش. تمام. عنده جوازه النهارده كلبش تانية يا جماعه على سوسكا. تمام. وفي انت تانية انت بتقول نظفت. تعالوا يلا نخش كده مع زياد. بعد اذنك بزوكا. بعد اذنك عم بزوكا. جوه يلا جوه 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 جوه. خش طبعا كده يا جماعه العنبر جوه. بس بس ايه؟ هلا وفين ايه؟ وفين ايه؟ وفين ايه؟ جو طبعا كده في العالم يا جماعه. بس طبعا يا باشا انت عندك سوسكا. عندنا سوسكا يا جماعه اهيت، وعندنا صوفي. تمام. من ضمن الكلاب اللي المفروض تتجوز النهارده اهم. تمام. تعالى يا باشا طلع لي سوسكا. خد لي البوكس ده كده يا ابراهيم. اسحب الميه يا زياد.
اصحاب الماضي. طبعا كده نشرب احنا نجوز ماشي، وهنحاول نصور برضو شكلها كده. الله ينور ازيك. يلا ابراهيم، يلا ابراهيم، جوه يا ابراهيم، جوه جوه جوه، بس ما تضربش يا ابراهيم، روق يا ابراهيم، استنى بالله. ايوه يلا فضيت بوكس. ايوه يا كابتن، هات يلا اقطع له الطريق، اقطع طريق. ايوه كده، يلا يا ابني طلع سوسكا سوسكا. طبعا يا جماعه هنبدا بسوسكا الاول، سوسكا وكلبش الجوازه الثالثه. طبعا الكلب كلبنا والنتايه بتاعتنا مش فارقه معانا، نجوز جوازتين ثلاثه اربعه مش فارقه يعني. يلا باشا، بالراحه باشا على النتايه، بالراحه على النتايه، بالراحه على النتايه. ايوه بالراحه بالراحه كده من رقبتها كده. ايوه دخلها البوكس. يلا الله ينور عليك. يلا حبيبي، هو جاي لي، هو عارف اللي بتاعته، هو عارف. خد يا كلبوش، تعال تعال هنا الاول بس عليا. طبعا كلبش يا جماعه، لا لا تعالوا هندخلك. ايوه اقف جنبي، راح هندخلك. سيبه ابراهيم، افتح هناك ابراهيم شويه. هو انت مفكر بس، هو انت مفكر لما تخلي البوكسر هي هتفتح لك يعني؟ يلا روح للعروس كلبش. ايوه اديني انا الاول، طبعا هو عارف يا جماعه ان انا اللي هنخش معاه نجوزه. اهو بس بس اهو، روح للعروسه يلا. سيبه يا زياد، سيبه يا زياد، روح للعروسه يلا. يلا مش قالي، مش قالي، مش دي العروسه، مش دي العروسه. طبعا واقف للعروسه على الباب اهو يا جماعه، سوسكا تمام، المفروض ان هو يتجوز النهارده. كلبش مين اللي بيجوزك؟ مين اللي بيجوزها؟ ايوه كده، ايوه كده، هو عارف، هو فاهم الدنيا وعارف يعني. يلا روح للعروس، روح للعروس يلا، روح للعروس يلا، يلا روح، روح للعروس، روح للعروسه. بص يا جماعه، بص 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 عشان نخش معاه. بصوا طبعا هو واقف اهو، اول ما نقول له مين اللي بيجوزك هيجي يجري. مين اللي بيجوزك يالا؟ مين اللي بيجوزك؟ كلبش مين اللي بيجوزك؟ مين اللي بيجوزك؟ اهو عارف عارف. طب يلا بينا. طبعا يا جماعه هنفتح لكلبش دلوقتي، ومش هنساعده، هنسيبه براحته الاول كده، يمكن عشان احنا عايزين نعود الكلب ده زي ما انتم عارفين ان هو لسه مبتدئ على الجوازات. يا ابني انت يا ابني يا ابني، هي مزعلاك الاضاءه اللي طالعه من التليفون؟ لا والله مزعلاك في حاجه؟ امال انت كل شويه عمال تشب في التليفون تبص فيه ليه؟ تستكشف بس. تستكشف ايه يا ابني؟ معلش. هنبدا نفتح له كده يا جماعه كلبش تمام، ويخش هو كده طبيعي، ونشوف نظامه من غير. طبعا يلا، طبعا اهو هو عارف اول ما الباب ينفتح. انا قاعد لك على الباب، مخلي بالي اهو. طبعا قاعد له كده، طبعا هو بيتجوز دلوقتي، هو المفروض ان هو يتجوز طبيعي تمام، محدش يساعده. بس طبعا عايز نديكم معلومه ان الكلب ده يا جماعه مبتدئ، اول جوازات لي او اول نتاية ان هو يتجوزها. هي واضح ان هي واقفه له اهي. طبعا انا عايزه يتعود على ان هو يعتمد على نفسه، ما حدش يساعده. لو لقينا ان الموضوع هيفرهد الكلب كتير، لان طبعا انتوا عارفين الكلاب اللي هي الشولاين ديت الجوازات بتتعبهم يعني، لما ما يعرفش او ما يطولش نتاية تمام، فمش عايزه يبقى يكون مرهق. مالك يا ابني؟ مالك يا ابني؟ يا ابني انت عامل لي رجه من الصبح في العمر. مش عامل رجه ولا حاجه. طبعا الكلب اهو. ايه يا كلبش؟ ايه؟ نجي لك؟ هو لو عمال يجي لي ورا الباب ويرجع تاني. نجي لك؟ خايب يا ماي. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان الكلب لسه مبتدئ، فالمفروض ان حد بيساعده عشان ما يرهقش نفسه طبعا. ودي معلومه لكل الناس اللي بتربي كلاب شولاين، حاول ان انت لما يكون عندك كلب مبتدئ حاول تساعده اول مره، مره مرتين ثلاثه مع ثلاث اربع نتايات، وبعد كده الكلب بيبدا يتعود، كل ما عصب جسمه بيشد اكتر كل ما بيكون افضل ليه تمام. النتايه واضح ان هي التبويض عندها شغال وقفاله، واخده وضع طبعا الثبات ليها تمام، وبدا ان هو يطلع لوحده اهو. طبعا غشيم غشيم غشيم. ايوه بعد النفس. طبعا انا قاعد مخلي بالي عشان ما فيش حد يطب عليه.
فرحان انت فيا يا ابراهيم. ابراهيم واقف يضحك عليا يا جماعه اهو، تمام، واقف يضحك ابراهيم، فرحان انت. ما انا واقف مخلي بالي، قاعد مخلي بالي يا عم. انا حر يا عم، كلبش صاحبي يا عم، كلبش حبيبي يا عم، انا حر يا عم. لما نقعد نخلي بالي الكلبش احسن ما نقعد نخلي بالي البني ادم، صح؟ صح. كلبش يا عم، انت عبيط ولا كلبش؟ ده تربيت ايدي يا ابني. طبعا واضح ان النتاية قعدت لان هو ما هوش بطلع ما بيعرفش. هنبدا نخش دلوقتي يا جماعه نساعد كلبش، تمام، لان طبعا الكلب زي ما انتم عارفين احلى كلب دلوقتي عندنا في المزرعه، عدى همر، عدى ابوه. هنخش دلوقتي. خليكم معانا، هنعمل ستوب عشان طبعا ابراهيم مش عارف يصور بالتليفون. تصور انت بجد يا عم، انت عارف تصور نفسك، تجنن على عيني ليه بس كمان؟ طبعا ما خدناش ثانيه يا جماعه، يا دوبك 10 ثواني، 10 ثواني، 10 ثواني جوزنا كلبش اهو، تمام. طبعا دي تعتبر الجوازه الثالثه. بعد كده هنأمن عليه. يلا زياد اطلع، زياد انت هتبقى قاعد معايا جوه، اطلع. طبعا هنأمن عليه يا جماعه، تمام، ان احنا نجوز، ممكن نديله جوازه كمان ان انا نساعده فيها. بس بعد كده بقى في الفتره اللي عبالي النتايه بتقفل خالص، هنطلق له النتايه معاه في البوكس، وهو يبدا ان هو مره على مره على مره مع التكرار هيتعود ان هو يكون لوحده. فضي البوكس الثاني يا ابراهيم، يلا ودخل النتايه اللي هي الثانيه الجيرمان، تمام. هندخله مين معاه؟ طبعا العريس اللي بعد كده هندولها اللي يلوق عليها. مين اللي يلوق عليها؟ همر. ادوا لها همر. يلا باشا فضيت مكان، تعالى فضيت الطرقه ديت. يلا باشا هات النتايج. سيب ده، سيب ده، سيب ده، غلبان ده، بازوكا، بازوكا ملوش دعوه. هي بازوكا واقف متخرج، بازوكا واقف اهو، بازوكا متخرج. ايه بازوكا؟ ايه بازوكا؟ طبعا بازوكا يا جماعه اهو. يلا باشا هات النتايج. طبعا كده يا جماعه كلبش اهو، دي الجوازه الثالثه، تمام. في نتايه ثانيه جيرمان هنجوزها برضو، بس هنديها همر. يلا باشا ايه عايز تطمن؟ طبعا هنبص على حاجه كده سريعه يا جماعه، وهي لون الدم، عشان نتاكد ان هي طبعا. بعد اذنك عشان الكاميرا توضح بس. طبعا واضح لون الدم وردي. لا يا زياد لسه، لسه لسه يا زياد لسه. لسه. طبعا كده بصينا على لون الدم، لسه لون الدم غامق، يعني في حمار، مفيش تبويض دلوقتي، تمام. هنسيب النتايه دي شويه، هنسيبها شويه، بكره ولا حاجه ممكن نجوزها بكره، او نفوت لها بكره كمان، تمام. لازم يا جماعه لون الدم بتاع النتايه يكون لونه وردي نبدا نجوز. بس لازم لون الدم يكون وردي نبدا نجوز على كده، تمام. وهو ده، هي دي فتره التبويض الصحيحه. ما بنحبش نحط عدد ايام، 9 ايام و10 ايام والحاجات دي كلها، بنفضل اننا نشتغل على لون الدم الطبيعي. طبعا كده النهارده جوازه النهارده كان كلبش، تمام. بنثبت له في الاجنده بتاعته ان هو اتجوز النهارده، عشان نبقى عارف اخر جوازه الكلب اتجوزها امتى، والتواريخ لازم تكون منتبه للحاجات دي بالذات، علشان ما تديش النتايه بتاعتك تولد وانت مش واخد بالك من ميعادها. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير. ولسه لحد دلوقتي زياد ما يعرفش ان في تليفون، في فلاش قدام وفلاش ورا. عارف والله، عارف. طب انت ما كانش في دماغك، صح؟ ما كانش في بالي. احلى مسا عليكم وتصبحوا على خير.